لكن زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، احنا انا الحقيقه من اول اليوم كنت على تواصل مع وزاره الداخليه. لازم تصدروا بيان، لازم تقولوا بيانات. الناس كلها في كل مستوى العالم فعلا في اقوال وكلام على مصر وحش. ما ينفعش ان نسمع ان في دوله بتقول ان في 55 شهيد، واحده بتقول 80، وناس بتصفهم بانهم يعني بيتعاملوا في عمليه ليست ارهابيه. يعني في كلام على مصر وحش في الخارج، فكان لازم يتم اصدار من الداخليه بيان. الداخليه عجلت بالبيان، لكن كان دايما بتقول احنا مركزين مع تمشيط المنطقه، لازم نقضي على البؤر الارهابيه. تخيلوا لو الناس دي دخلت، قالوا لي كده، تخيلوا لو الناس دي دخلت منطقه سكنيه هيعملوا ايه بالاسلحه دي؟ هيتم ابادتها بالكامل. فكانوا بيصبروني ان الناس دي فعلا قلبها علينا. يا ريت احنا ما نستعجلش ونتكلم ونكبر المواضيع ونحس ان في ناس قلبها على البلد دي وبتعمل في صمت. وناس كتير قوي منها ولادها ضاعت في العمليه دي عشان احنا كلنا نعيش. مصر بتواجه حرب على اكتر من جبهه. داخليا بتخوض مصر معركه شرسه جدا جدا ضد الارهاب زي ما حضراتكم شايفين. خارجيا في حرب لاستعاده مكانه مصر اقليميا واستراتيجيا، ورئيسنا رايح فرنسا ان شاء الله منتصر يوم الاثنين والثلاث الجايين. مصر كمان في حرب اعلام، في حرب اعلام داخليا وخارجيا. مش معقول ان احنا مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي بقت بتحركنا دلوقتي. مش معقول في جدل، مش معقول في راي عام بيحرك الشارع بطريقه سلبيه. في وكالات وصحف اجنبيه بتخصص دلوقتي صفحات عشان تهجم على مصر وتشوه صورتها عالميا. احنا فين؟ الاعلام المصري دوره ايه؟ انا مش هقدر اتكلم كتير. معايا دلوقتي الاستاذ اسامه هيكل اللي هو مسؤول على سن تشريعات الاعلام. استاذ اسامه هيكل رئيس لجنه الثقافه والاعلام بمجلس الشعب، وايضا رئيس مجلس اداره مدينه الانتاج الاعلامي. مساء الخير يا فندم، وانا بشكر حضرتك ان حضرتك فضيت نفسك عشان تساعدنا في حسم هذا الجدل. اولا البقاء لله في الشهداء، وخليني اقول لحضرتك ان كل الاسلحه دلوقتي مسلطه على الاعلام، الاعلام مقصر، اللي هو المفروض الاعلام كان يقوم بايه؟ حضرتك عايزين نحسم هذا الجدل في موقف الازمات، ما هو دور الاعلام وازاي من الممكن ان يكون بدوره كما ينبغي ان يكون عشان منع بلبله الراي العام. مساء الخير يا استاذه رانيا. الحقيقه انا بتقدم بخالص العزاء للشعب المصري كله في مصابنا الجلل. الحقيقه احنا بقالنا يومين في حاله حزن شديد جدا. الحقيقه حضرتك طرحتي سؤال مهم جدا، لان هو محور الازمه اللي احنا شغالين فيها بقالنا يومين. الارهاب حاله متواصله في مصر، بتزيد وبتقل، في حاله حرب، حرب حقيقيه الحقيقه بتدور رحاها في مصر بشكل كبير جدا وواضح جدا امام الكل. انما احنا عندنا دروس مستفاده لازم نخرج منها من هذا الموضوع. اولا دي مش اول مره يحصل نفس هذا الارتجال من وسائل الاعلام الالكترونيه نقلا عن مصادر اجنبيه عن شيء بيحصل في مصر. صحيح. وده عامل سلبي خطير جدا. الحقيقه انه في اداره الازمات، ازمه من هذا النوع بيبقى فيه دايما حاجه ماسه للمعلومه، وبالتالي قبل ما غيري يقول المعلومة أنا محتاج أن أنا لازم يكون عندي اللي أقوله. أنا مش محتاج من وزارة الداخلية أنها تقول لي بيانات ولا أرقام نهائية وقاطعة ومحددة بشكل واضح كده في أول الأزمة ولا في وسطها. إنما محتاج أن على الأقل تطلع وزارة الداخلية ببيان يدير هذه الأزمة بشكل واضح ويوجه الرأي العام في مصر، وده اللي يهمني في المقام الأول، انه يا جماعه ان في حرب حقيقيه بتدور، احنا لم نحصر القتلى والجرحى بشكل واضح، وانه لينا شهداء في هذا الموضوع، ولكن ما تتعجلوش البيانات والنتائج وما تاخدوش من مصادر اجنبيه، ولازم يبقى احنا المصدر الوحيد في هذا الامر. في الازمات عشان الازمه تدار صح لازم تكون المعلومه اللي بتطلع معلومه مطمئنه ومعلومه دقيقه في نفس الوقت. وبعدين لما تخلص الأزمة نبتدي نقول الأرقام بتاعتنا الحقيقية والنهائية شكلها إيه زي ما حصل النهاردة. أولا الموضوع ده حصل مرة في 1 يوليو سنة 2015 لما حصل هجوم متزامن على مواقع مختلفة للقوات المسلحة في سيناء، وكان الشيخ زويد، وكنا في شهر رمضان، وبرضه كان نفس الموضوع انه في حاله حرب حقيقيه وكانت بتتم، وبرضه الناس خدت من الجزيره وسكاي نيوز ورويترز واسوشيتد بريس ونفس المصادر تقريبا اللي هي كانت مصادر للمعلومات على مدى ال 48 ساعه الماضيه. اذا انا محتاج وانا بدير هذه الازمه ان لازم يكون عندي اهتمام
بالإعلام أكتر، بحيث أن أنا أوجه أو أقول للرأي العام إيه اللي بيحصل بالظبط بغض النظر عن النتائج، وأن أنا أقطع الطريق أمام هذه الوكالات الأجنبية اللي هي بالتأكيد ما عندهاش المعلومة الدقيقة أنها تعبث في الحالة المعنوية للشعب المصري زي ما حصل على مدى اليومين الماضيين وزي ما حصل في الواقعة بتاعت 1/7/2015. أنا هديلك مثال بسيط للي بيحصل في حالة زي دي. لو تفتكري حادثة تفجير بوستون من حوالي 3 سنين، كان فيه سباق جري ماراثون وكان حصل فيه تفجير كان موجود في هذا التوقيت، وكان اتهم واحد سعودي في بداية الأمر، تصادف أنه أصيب في الحادث. طلع قائد شرطة بوستون بعد حوالي ساعة وقال أن احنا ما عندناش أي حصر حتى هذه اللحظة، وما عندناش أي أرقام ولا أي بيانات بتدل على هوية الجاني في هذا الموضوع. كان ساعتها وسائل الإعلام الأمريكية بدأت تتكلم على أنه هذا الشخص السعودي هو الجاني، وتقال في هذا التوقيت أنه الرئيس الأمريكي هيصدر بيان بعد ساعتين. طلع الرئيس الأمريكي بعد ساعتين بالضبط وقال للشعب الأمريكي أنه إحنا ما عندناش بيانات، وده مش عيب على فكرة أن أنا أقول لي ما عنديش بيانات، وانه وتعهد امام الشعب الامريكي انه لن يترك الجاني. وبالتالي شعر الراي العام الامريكي في هذا التوقيت انه الامر لسه يعني في ايد على الاقل متابعه هذا الموضوع بشكل واضح. انما حاله الصمت الاعلامي المطلق اللي حصلت امبارح والنهارده، الحقيقه هي دي الحاله اللي تسببت في حاله الاحباط المعنوي الكبير اللي حصل. انا ما بلومش الداخليه على هذا الامر، إنما على الأقل إحنا محتاجين نستفيد من هذه الدروس في كل الأزمات اللي بتمر بينا، هذه الأزمة أو غيرها، لأن دي مش آخر أزمة هنمر بيها. إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا إنه في حالة الأزمات بيبقى في حاجة كبيرة جدا للمعلومة، وطالما إن في حاجة للمعلومة أي حد هيقول معلومة أو إشاعة أو يعني أي أكاذيب من هذا الأمر هتجد صدى مباشر عند الناس، وهتلاقيها بتتناقل في وسائل الإعلام الإلكترونية. ووسائل الإعلام الإلكترونية ده شر لابد منه، ده أمر أصبح واقع وينبغي أن احنا نتعامل معاه كحقيقة واقعة، مش أن احنا نقعد نهاجم فيه. هو ده اللي حاصل عندنا دلوقتي وفي المجتمع الدولي، وما ينفعش أن احنا نغمي عينينا وما نبقاش شايفين. اللي حصل امبارح في مشكلة كبيرة جدا. لو تذكري امبارح حصل أنه في بداية الأمر اتقال أن في خيانة، وهذا الأمر محتاج أنه يتم الكشف عنه. التحقيقات أعتقد أنها هتتم في هذا الأمر، وانا مش عايز اتعجل النقطه دي خالص، انما على الاقل ان احنا واحنا بنتعامل مع ازمه من هذا النوع ينبغي الاكتراث لفكره الراي العام في مصر بشكل اهم او اكبر من كده شويه. طيب في صحف بقى، اذا كان احنا بنتحارب من بره، يعني في صحف اجنبيه ضدنا ماشي وقنوات ضدنا، لكن هل من المعقول ان صحف مصريه او مواقع مصريه تنشر شائعات واكاذيب وبتاخد مصادرها من الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي؟ ده بيخلينا نسال ايه دور التشريعات الاعلاميه بقى لردع كل اللي يحصل، لان ده مش لصالح الوطن بالمره. لا، هي دي فيها نص دستوري فيما يتعلق بالامن القومي، المفروض انه الامر يكون من مصادره الطبيعيه. انا زي ما بقول لحضرتك، وده ملتصق تمام الالتصاق بالسؤال الاول اللي حضرتك تفضلت بيه، احنا تقريبا غلطنا نفس الغلطه اللي كانت بتتم في المره الاولانيه، ان احنا اندفعنا وراء المعلومات من مصادر اجنبيه يكفي ان يكون من بينها الجزيره على سبيل المثال، والجزيره لا يمكن تقف موقف معاكي ابدا في هذا الامر. وبالتالي لازم اتحوط واكون فاهم كويس قوي ان انا باخد معلومتي من انهي مصدر بالتحديد. المصدر اللي احنا بناخد منه هي مصادر سبقه قبل كده في حوادث مشابهه انها ضللتني، وبالتالي ثبت في نهاية الأزمة أنه بعد تعريض الشعب المصري لحالة إحباط معنوي كبيرة أنه هذه الأرقام والبيانات طلعت خطأ. النهاردة الحقيقة البيان بتاع الداخلية في الآخر اللي قال أسماء الشهداء، ربنا يكتبهم من الشهداء إن شاء الله، وإنما ما عرفناش تفاصيل الواقعة بالشكل الكامل، ودي التحقيقات اللي هي كفيلة بيها من وقت للتاني. أنا محتاج أن أنا أغذي الرأي العام بهذا الأمر. فيما يتعلق بالتشريعات، التشريعات الحقيقه انه احنا عملنا فيه قانون في الاول طلع اللي هو قانون الهيئات الاعلاميه، هيستكمل اعتبارا من بكره ان شاء الله، وده كان مخطط في الجدول العادي بعيدا عن الحادث ده، انه نبتدي نتكلم في قانون تنظيم الصحافه والاعلام بشكل واضح. التنظيم مش معناه تقييد، التنظيم معناه ان احنا بنضع قواعد للتعامل مع مثل هذه الاحداث وغيرها من الاحداث.
إنما المهم في هذا الأمر إنه حضرتك هتتعاملي مع المعلومات بعد كده إزاي، لأنه دي أزمات هتواجهك من وقت للتاني. هذه الأزمات مفيش قانون هيظبطها لك ولا هيعمل لك فيها، إنما لازم في أي إدارة أزمة واتخاذ قرار، القرار على فكرة السياسي ساعات بيبقى أزمة في حد ذاته، وبالتالي وأنا باخد القرار ينبغي إن إحنا يكون عندنا فكرة التوجيه الإعلامي هيكون شكله عامل إزاي. ينبغي أن يكون أول بيان يصدر من الجهة صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، وهي في الحالة زي حالتنا دي وزارة الداخلية، ممكن تكون أي جهة تانية في أي أزمة أخرى، ولكن ينبغي أن احنا نكون فاطنين أنه في غيرنا هيسبق ويحط معلومات ممكن تكون بشكل كبير تضر الرأي العام، وممكن تكون بتدي معلومات مضللة، وممكن تؤثر على الرأي العام بتاعك سلبا، وبالتالي هذا الأمر محتاج أن يوضع في الاعتبار. أنا نفسي نستفيد من الدروس اللي بناخدها من وقت للتاني من هذه الحوادث، ونضع فكرة الرأي العام محل الاهتمام في هذا الموضوع، وانه ازاي نخاطبه، لان دي لسه للاسف بعيده عننا. احنا عملنا متحدث رسمي في كل الوزارات ومتحدث رسمي في جهات اخرى، ولكن الحقيقه لا يوجد فكره التعامل مع الازمه في مثل هذه الظروف بالشكل اللي يضمن لنا ان احنا نحافظ على الراي العام بتاعنا، لان هو ده الاساس. هل احنا عندنا القدره للتعامل مع الاعلام الغربي؟ الإعلام الغربي ما بيصدق يلاقي حادثة زي دي وبياخدها ويكبرها، وده طبعا بتأثر على السياحة وبتأثر على علاقاتنا بدول كتيرة جدا. هل إحنا لنا قدرة على الوصول للإعلام الغربي والتأثير عليه بأن هو يغير البيانات الخاطئة التي يذكرها من حين لآخر؟ ليكي قدرة لو أنت مخططة ده من الأمر من الأول. يعني في كل أزمة، هو إيه فكرة إدارة الأزمات يا أستاذ رانيا؟ إن حضرتك قبل الأزمات بتكوني متوقعة إيه اللي هيتعمل، أو يعني بتضعي سيناريوهات مختلفة، فبتيجي على سيناريو معين وتبتدي تقولي إن في الحكاية دي هيئة الاستعلامات هتجيب وكالات الأنباء الأجنبية وتبتدي تتعامل معاها، أو إحنا بندير الأزمة من داخل مثلا وزارة الداخلية هنكون هنتعامل مع الرأي العام الغربي إزاي. وبالتالي إحنا محتاجين إن إحنا دايما نبقى دارسين هذا الموضوع. والحقيقه بيغيب عن الدوله في الوقت الحالي فكره ان احنا نتعامل مع مثل هذه الازمات بشكل كبير. بلاش خالص الازمات، خلينا حتى في زيارات الرئيس الخارجيه. زيارات الرئيس الخارجيه بتجدي ان صداها موجود بره بقى موجود جوه اكتر ما موجود بره. ليه؟ لانه احنا محتاجين ان احنا نخاطب الراي العام صحيح. الغربي بشكل واضح، ومخاطبه الراي العام الغربي بتختلف كتير جدا عن مخاطبه الراي العام المحلي. احنا الراي العام المحلي عاطفي شويه، إنما الرأي العام الغربي محتاج إنه يخاطب بالعقل أكتر من العاطفة بكتير جدا، ومحتاجة حضرتك تبقى عارفة هوية الجرنان أو القناة اللي حضرتك بتتعاملي معاها يكون شكلها إيه، ووزنها النوعي والنسبي شكله عامل إزاي في الدولة اللي حضرتك هتتعاملي معاها. الحقيقة إن إحنا عملنا حاجة غريبة جدا، إن إحنا سحبنا 16 مستشار إعلامي من الـ 32 اللي كانوا عندنا بره، وبالتالي إحنا قررنا إن إحنا لا نخاطب أحد من بره، والأمر ده محتاج إنه يعاد النظر فيه مرة تانية. دي قدرات للدولة الشاملة بشكل عام، ممكن يبقى عندك قدرات كبيرة جدا، ولكن القدرة الإعلامية أصبحت كمان من الحاجات اللي يجب ان احنا نفكر فيها ازاي نعظمها ونكبرها. احنا مش عايزين نقعد نكلم بعض جوه مصر فقط، ولكن عاوزين نكلم الرأي العام الغربي بالشكل اللي يعبر عن قضايانا. احنا في أزمة مؤخرا، يعني زي الأزمة السياسية اللي حصلت بيننا وبين قطر على سبيل المثال صحيح. احنا واثقين 100% انه قطر دولة راعية للإرهاب، انما لم نستطع ان احنا نقنع العالم بهذا الرأي او هذه الوجهة في النظر خلال الشهور الماضية، وده كان باين جدا في انتخابات اليونسكو بشكل او باخر. اذا احنا محتاجين ان احنا نتعامل، على فكرة مش عيب ان احنا نعدد ان احنا عندنا مشاكل، ده مش عيب، احنا طالعين من اجواء استمرت لسنوات طويلة جدا، ومحتاجين ان احنا ننظم صفوفنا بشكل مختلف، والإعلام أصبح يعني الرقم الرئيسي والفاعل في أنك أنت تعملي وزن للدولة برة، وأنك أنت تصدري قرار سياسي، تختاري التوقيت المناسب. كل هذه الأمور محتاجة أن احنا نفكر فيها بشكل يعني علمي أكتر، ويكون وضع في الاعتبار أن الإعلام أصبح يحرك الشعوب ويحرك الرؤساء والقادة في اتخاذ القرارات في توقيتات معينة. صحيح. طيب لما تيجي تلوم على الإعلام بيقولك ما أنا ما عنديش معلومة، من هنا بقى بيجي دور قانون تداول المعلومات.
هل قانون تداول المعلومات اللي بقالنا كام سنه بنتكلم فيه ولسه استاذ مكرم محمد احمد قال ان احنا خلاص قربنا ننتهي من هذا القانون ويوم الاثنين القادم تقريبا سيتم حسمه نهائيا وبعد كده يروح للبرلمان، هل القانون ده هيوفر لنا المعلومه؟ هل القانون ده هيبقى من حق اي وسيله اعلاميه ان تحصل على اي معلومه في الوقت اللي هي محتاجه فيه المعلومه دي، ولا ده موضوع تاني خالص؟ لا انا ما قريتش لسه النصوص اللي هم بيقترحوها، انما الحقيقه هو الاصل في كده. الحاجات اللي خاصه بالامن القومي استبعديها على جنب، انما فيما يتعلق بالمعلومات العاديه لازم تتعاملي معاها، انما الحاله اللي احنا بنتكلم فيها النهارده هي حاله ازمات. ملهاش علاقة بتداول المعلومة العادي، التدفق العادي للمعلومات اللي بيتم بشكل يومي. الأمر ده مختلف عن ده شوية. احنا أمرين لازم يسيروا بالتوازي مع بعض يا أستاذ رانيا. واحد انه قانون تداول المعلومات، اتنين انه يكون في عندنا إعلام يقال عليه انه كيف تتعامل مع الإعلام في حالة الأزمات. طيب مش ممكن تكون معانا بقى وما اسالكش، يعني انك دايما حضرتك لما بتيجي تصرح في حاجه او ترد على حاجه بيبقى اكيد عندك يقين الحاجه دي مهمه جدا انك ترد عليها، الكلمه ممكن تكون ورطه. ومؤخرا ترددت انباء عن نقل مدينه الانتاج الاعلامي الى العاصمه الاداريه الجديده، وحضرتك طبعا صرعت ورديت ونفيت. هل فعلا الموضوع ده اثر على البورصه؟ هو طبعا كان هيأثر، انما النفي، ما هو عشان كده احنا طلعنا النفي سريعا. هو كان في سوء تفاهم في هذا الموضوع، هو كان حوار بيني وبين الوزير احمد زكي عبدين اللي هو رئيس مجلس اداره العاصمه الاداريه الجديده. احنا الحقيقه كنا بنفكر ان احنا ازاي نعمل امتداد لمدينه الانتاج الاعلامي في العاصمه الاداريه الجديده، وهذا الامتداد معني اكتر بالقنوات اللي ليها الصفه الاخباريه، لانه مركز صناعه الاخبار هيبقى ومركز صناعه القرار هينتقل للعاصمه الاداريه الجديده، وبالتالي العاملون في حقل الاخبار محتاجين ان هم يكونوا قريبين من مكان الحدث، فاحنا بنوفر خدمه، شغله مدينه الانتاج الاعلامي توفير خدمه، وبالتالي بنعمل كمان الى جانب هذا الامر ان يبقى في مكاتب للقنوات القائمه بالفعل في هذا المكان ومزوده بخدمه البث والكلام ده كله هناك. اذا احنا محتاجين ان احنا نعمل مقر اضافي وليس بديل لمدينه الانتاج الاعلامي، امتداد لمدينه الانتاج الاعلامي، وده يكون واضح بشكل مهم جدا. ده محل دراسه دلوقتي، والانتاج الاعلامي دي شركه وبتخضع لدراسات جدوى، ودراسات الجدوى دي داخل فيها سعر الارض وخلافه، واحنا محتاجين ان احنا بندرس هذا الموضوع بالتعاون مع الشركه الخاصه بالعاصمه الاداريه الجديده مع الوزير احمد زكي عبدين واخرين ان شاء الله، وبحيث ان احنا نقدم خدمه اعلاميه في ارقى صورها ان شاء الله. لكن ما فيش نقل خالص، يعني مش معقول ان انا نقل استثمارات بمليارات. بس ما فيش زعل حصل بينكم الجديدة. بصراحه يعني ما فيش زعل بعد الاستثمارات موجوده. لا احنا اصدقاء اصلا وبنصلي الجمعه مع بعض وكل حاجه، ما فيش مشكله خالص، لسه متقابلين امبارح يعني. طيب مش ممكن بقى تكون معانا وما نسالكش عن التشريعات الاعلاميه الجديده اللي هتصدر، لان حضرتك كنت في الدور الانعقاد الماضي كان في حاله من النشاط داخل اللجنه الحقيقه، وكنت حضرتك عايز بسرعه التشريعات الاعلاميه ونقابه الاعلاميين تتم. هل ما كنت تنبغي ان تقوم به تم كما ينبغي ان يكون ولا لسه فيه؟ وايه الجديد؟ لا يعني الحقيقه هو يعني طبعا ما اقدرش الوم حد، لانه الجزء الاكبر والاهم من التشريعات الاعلاميه هنبتدي بكره مناقشته. يعني احنا بالصدفه كنا مقررين في الجدول بتاع مناقشات اللجان ان احنا غدا نبدا مناقشته، وبكره ان شاء الله يبقى معانا وزير الشؤون القانونيه في اللجنه عشان نبتدي نطرح الموضوع للنقاش ان شاء الله. القانون اللي بنعمله دلوقتي اللي هو قانون تنظيم الصحافه والاعلام هو قانون ضخم، قانون حوالي 125 ماده او 130 ماده، وبالتالي هو محتاج دراسة كبيرة جدا، لأنه داخل في التفاصيل الدقيقة للعمل الإعلامي سواء كان من الناحية الإعلامية أو من الناحية الفنية، وهذا الأمر هياخد شوية وقت في مناقشته، بحيث أنه هذا القانون لما ينتهي هيخلي الهيئات والمجلس الأعلى اللي اتعملوا لضبط الإعلام في مصر هيبقى هو ده القانون اللي هيشتغلوا بيه خلال السنوات القادمة. أعتقد بعدها نبتدي بقى نقول إذا كانت هذه الجهات نجحت أم لم تنجح في إدارة هذا الملف، وإن شاء الله تنجح بإذن الله إن شاء الله. طب أنا عايز أسأل أستاذ أسامة هيكل الإنسان، من امبارح لغاية النهاردة إيه أكتر شيء استفزك في التغطية اللي حصلت على حادث طبعا الحادث الإرهابي في الواحات، وإيه أكتر شيء
خلاك تحس ان احنا لسه بخير؟ شوفي، هو طبعا احنا بنقابل الناس، يعني انا موجود في الشارع فبنقابل الناس على كده وعلى كده. في ناس طبعا عندها احباط شديد جدا وهم معذورين في ده، وفي ناس تانية كانت مش مصدقة اللي بيحصل. والحقيقة انه برضو في ناس تانية كانت بترفع المعنويات بشكل كبير وعندها دلوقتي حافز ضخم جدا للانتقام والقضاء على الارهاب بشكل كبير. والحقيقة ده الرأي العام الغالب دلوقتي. ولازم نكون فاهمين ان اللي استشهدوا دول ولادنا. نعم. لهم اخر الشهداء ولهم اول الشهداء. ولكن الحقيقة احنا عاوزين يبقى عندنا فيه الحياة تستمر، يعني معلومات اكتر عن التحركات في مسألة الارهاب، وتوعية اكتر للمجتمع. لانه الضربات دلوقتي بتجيلك في توقيتات وفي اماكن ممكن تكون لها حسابات دقيقة جدا. أكيد. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسامة هيك، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.